فللمولى السلام عليك. وعليكم السلام. انت كان ساكن وين في السودان؟ ساكن في مدينه كردفان. والاخوان هناك ساكنين مام في المدينه ده؟ اخوانك يا ابوك يا امك دي الناس منهم؟ اخواني الادبوي ده حسن، محمود، حسن، حسين، والاخوات عشا وزينبه وصفيه وعرفه وابتسام، دول ادبوي في اللويد. ساكنين في اتو هاي؟ ساكنين في الشريف عبد الله حي الغابه. واخوانك ساكنين في الخرطوم ده الناس منهم؟ اخواني ساكنين في الخرطوم، احمد ورابحه، الحاجوس والوحده الوطنيه مربع 7. وين؟ عندنا زاوية هناك في الحجوز، وأنا طلعت من 85 بيوت وزاوية خليتهم فيها، وأنا طلعت خشيت جمهوري، خشيت المملكة العربية السعودية، ومنها ذهبت إلى مصر، ومن مصر ذهبت إلى العراق، ومن العراق ذهبت إلى سوريا، من سوريا ذهبت إلى تركيا، من تركيا ذهبت إلى المملكة إلى ليبيا، ومن ليبيا كمان ذهبت جيت النيجر، ومن النيجر ذهبت جيت تشاد، ومن تشاد استقريت في مدينة قيراء، وزوجت لي زوجتين، وهسه قاعد استقر في مدينة قيراء بكل سرة البلد. ومزدوج؟ مزدوج. ولك عيال؟ لي عيال. ولك مال؟ ولي مال، الحمد لله نحمد الله نكون من الشاكرين. أخوانا المسلمين هنا، أخونا الهسه اللي قاعد تشوفه في التليفون ده، ده نارم ده من مدينة الأبيد، وجاي في مدينة هسه جاي في مدينة قيرة، إقليم قيرة، في مدينة بكين اسمها. ونعم ده جاي هنا جاي، هو أصلا يعني مكتوب من أهله، أهله كان جاي يقول جايين في الأبيد، وإن أخوانه جايين في الخرطوم، يا الأم ويا الأبو، نسل جايين في الأبيد، نسل جايين في الخرطوم. وهني من جرى جاي هنا يقول تول إني عنده زوج مرتين، وعنده عيال، وعنده مال، قالت الحمد لله، والأمور وهسا قالت الآيجة هاتو نانم كبير، ومرض كله مع الناس، هسا كل شيء جبيه مردان، والموت كله مع الناس، وداير أهله، وعشان يسمعوا أخباره، ويعرفوا مكانه، والاسم أولاده كله عشان يعرفوا أهله، يعرفوا أهلهم، وده هاتو مثل كي، وإن نانم هسا أخوانا هسا اللي قاعد تسمعوا ده، أي نانم اللي قال فيديو ده يرسله قدام، ما يوقفه. وإن شاء الله إلى ما يلقوا ناس إن شاء الله.